بسم الله. دلوقتي لو انا عايز احط فيتنج على بايب سنجل لاين، انا خليته هنا كوارتز بحيث يبقى معايا سنجل لاين، عايز احط فيتنج واشوف هل حجمه هيتغير مع السكيل ولا لا. فاجي هنا متعلم يوز ان سيت سكيل فور سنجل لاين فيتنج، تمام. هو اجي احط المحبس دوت. طيب عايز احط محبس تاني هنا، بس الاول هشيل العلامة دي. يبقى انا كل فرق بينهم بس ان انا شلت العلامة بتاعت الانوتيت، واجي احط بايب تاني، تمام. طيب مخفية شوية، هقول له خليها لي واير فريم عشان اشوفها. طيب خلي بالك في فرق في الحجم، هرسم ليتل لاين عشان يبقى معنا الفرق في الحجم دوت. واجي هنا برضو تريد اللاين، اكيد الفرق باين. طيب لما اجي اغير السكيل مثلا 1:100 خليها 1:50، خلي بالك ده صغر للنص وده ما تأثرش، فحسب ما انت محتاج ايه في الشغل بتاعك. طيب بفرض ان انا بعد ما عملت دول كلهم عايز اغير، يعني عايز احول ديل دي او ديل دي، بسيطة. ممكن تيجي هنا بس تشيل العلامة من ديت، خلاص هياخد نفس الصفات ديت. او ممكن حاجة تانية ان انا هاجي هنا اخلي دي اغير النوع بتاعها وارجعه تاني بحيث ان هو يبدأ يحس بالتعديل. وهنا ممكن تقول له ايه، انا عايزه يبقى نوتيتش، تمام. ده الخاصية ديت كويسة جدا، بالذات لما تيجي تكون هتطبع سنجل لاين وعايز شكل فيتنج، ساعات بتحتاج ان انت تكبرها او تصغرها، تمام. وهنا ممكن تقول له لا ده انا عايز لو انت فعل الخاصية ديت تقدر تقول له لا ده انا عايزه يكبر، فتروح مخليها 6 او 7 زي ما انت عايز.